بسم الله الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. إنجيل معلمنا لقا النهاردة بيكلمنا على معجزة هي معجزة إشباع الجموع، وده نفس الإنجيل اللي بتقراه الكنيسة كل يوم في صلاة الساعة 9. هو إنجيل الشبع أو البركة. الحقيقة كلمة حلوة تتقال في المزمور اللي اتقرأ قبل الإنجيل، تقول الرب قريب لكل الذين يصرخون إليه ولكل الذين يدعونه بالحق. كلمة إن الرب قريب، ربنا فعلا قريب ولا بعيد؟ ساعات نحس إن ربنا بعيد قوي، ساعات نبقى شايفين تخيلين مشهد كده إن ربنا يعني ده في السماء وإحنا بعيد، بعيد عننا قوي. هو فين وإحنا فين؟ هو في القداسة وإحنا في الخطية، هو في ملكوته وإحنا مطحونين هنا في الأرض. لكن الحقيقة المزمور يأكد ده، والإنجيل يشرح بعد كده تفاصيل. يقول الرب قريب، وأول كلمة تتقال في الإنجيل ولما رجع الرسل حدثوه بما فعل. بنتكلم مع مين؟ هما بيتكلموا مع ربنا. يقول فأخذهم ودخل على انفراد مدينة تسمى بيت صيدا، كأن ربنا ما صدق انك انت جاي تتكلم معاه، خدك وقعد في قعدة خصوصي لوحدكم. ربنا بيسمع وبالأكثر ينصت لكلام ولاده وأحدثه. يقول حدثوه بما فعل. مين فينا بيبقى عايز يتكلم أو يفضفض مع ربنا؟ كتير جدا لما أقول لحد يقول لي بنم، أقول له ليه؟ تقول لي عايز أتكلم مع حد، مبقوق وعايز أفضفض مع حد. أتكلم مع ربنا يقول لي عايز بني آدم قدامي، وكأن البني آدم هيفيدني أكتر من ربنا. بنحتاج بني آدم، وأحيانا ربنا يبعت لي بني آدم حكيم ويسمع ويهديني، مش يسخني. لكن الحقيقة ربنا قريب جدا، ويقول لعروس النشيد ولكل نفس بشرية فينا أسمعيني صوتك أريني وجهك. وإحنا بخلة جدا مع ربنا ونقول ربنا قريب ولا بعيد، أتاري إحنا اللي مدين له قفانا ومشين ومش عايزين نتكلم معاه. أدور على أي حد أتكلم معاه، عايزين تقسوها؟ تعالوا نتفرج كده في اختبار محرج لينا كلنا وأنا أولكم، أنا قبلكم. إيه الاختبار ده؟ تعالوا شوفوا بنتكلم مع ربنا قد إيه، وكلامنا مع بعض كبشر قد إيه. كتير كتير جدا. بصوا كده الموبايل يكشف عدد الساعات اللي بنتكلم فيها في الموبايل، أو بنكتب فيها أو بنقرأ فيها الناس بتقول إيه. ساعات ده غير الكلام الباقي اللي هو الوش في الوش يعني، وإحنا عمالين نتكلم وما بنفصلش، ونضيع وقت بعض ونيجي على وقت بعض ونقعد نضغط على بعض في الكلام، ما نعرفش نختصر أبدا. بس مع ربنا لو بصينا كده للسماء وقلنا يا رب انت عارف الباقي كله، ايه البخل ده في الكلام مع ربنا؟ اقول لك ربنا قريب ولا مش قريب؟ هو الحقيقه قريب، بس احنا اللي مش عايزين نتكلم معاه. فهو قريب بيسمع وينصت لاحاديث اولاده. هو قريب كمان بيشفي اوجاعهم. يقول لما علمت الجموع تبعوه فقبلهم وخطبهم عن ملكوت الله والمحتاجون الى الشفاء شفاهم. الانسان جسد ونفس وروح. أوجاع الجسد إذا شاءت مشيئة الله وكانت لخير يشفيها، ولو لخير إن المرض يقعد. إيه ده؟ في مرض للخير؟ الحقيقة في مرض للخير. يقول عنه عبر الرسول من تألم في الجسد كف عن الخطية. في ناس كده بسبب ألام الجسد بتنزع منها بعض الخطايا ومحبتها كتير. فإذا شاءت مشيئة الله أن يشفي الجسد يشفيه، أما النفس فيعطيها كل احتياجاتها. المحتاج لأمان يديله أمان، المحتاج للحب يشبعه ويغرقه حب، ده الله محب. المحتاج للتشجيع يشجعه ويفرح بيه ويقول لك يذكر ذبائحك ويستسمن محرقاتك. تعمل حاجة صغيرة قوي، تسمع مديح من ربنا قد كده، ايه ده يا رب؟ فرحان باللي انت عملته، وقتالي ربنا بيشجعني عشان ابقى نفسيا متزن وحسن ليه لازم. وأما أرواحنا فأوجاعها ومرضها هو الخطية اللي لما بنعملها بنبقى مش عارفين نخلص منها ازاي. فيقول أوجاعنا حملها شالها وده فين؟ حطها على الصليب ومحى صك خطايانا. محى يعني ايه؟ مسح.
يعني كان عليها دين، تخيل كده كان عليك شيك بمبلغ ما تقدرش تدفعه، ملايين الملايين ما تقدرش تدفعه، وتبص في الشيك كل يوم كده هدفعه ازاي ده، وفجأة كده لقيت الشيك ده فاضي، ورقة بيضة، بيضة بقت قيمتها تساوي ايه؟ تلات تعريفة. طبعا الصغيرين مش عارفين تلات تعريفة دي تطلع ايه، مبلغ ضعيف وخلاص ولا حاجة يعني، ولا حاجة، ما تسويش قيمة الورقة بس. طب والدين اتمسح خلاص، يمسحه ازاي ربنا؟ طريقة جميلة جدا، تيجي تقر بخطيتك بدون مبررات من فضلك، تيجي تدين نفسك يبررك ربنا، هتبرر نفسك وتقول اصل هم عملوا وسووا فخطياتكم باقية، تروح تقول لأبونا أو قدام تقول لربنا أو في حضور أبونا يا رب غلطت في كذا وكذا وكذا، يتحط الصليب على راسك ويتقال لك والرب نقل عنك خطيتك لا تموت، يبقى وجع الروح اللي هو الخطية يمسح ويغفرها، ويقول ويطهرنا من كل إثم، كأن ما عادش فيه خلاص خطية. فالرب قريب يسمع ويشفي ويشبع أيضا. يقول في القصة لما أكلوا جميعهم، يقول أكلوا جميعهم وشبعوا، ولما يشبع ربنا يشبع قوي قوي ويفيد، يفيد لدرجة ان البواقي بتاعتك تشبع اخرين. ايه ده يا رب؟ احنا بنقول لربنا كتير خبزنا كفافنا، والحقيقة قريت قول بكتني قوي الحقيقة، حابب اشاركه فيه، معلش سامحوني يعني اذا تقل على حد فيكم، والحقيقة خجلت جدا من نفسي وانا بقراه. القديس العظيم انبا انطونيوس يقول لا تبقي لك أكثر من احتياجك، يعني ما تخليش عندك أكثر من احتياجك. إحنا سامحوني الباسكت الزبالة اللي بنرميه كل يوم، بنرمي حاجات باظت وحاجات حمضت وحاجات اتركنت، ما كناش ليه؟ لأنها كانت في الحقيقة هي أزيد من احتياجنا، ونشكو من الغلاء، وإحنا عندنا في كل بند من بنود البيت في أكل ولبس وشرب وكله بنجيب ما هو أزيد من الاحتياج، كل مقتنياتنا، وأنا واحد من الناس اللي زيكم كده، كلنا بنعاني من ده. إيه سبب احتياجك لحاجة زي كده؟ ما عندك، لا نجيب تاني، أصل الموضة إدمت، أصل الشكل باظ، أصل مش عارف دي أحلى، أصل اللون ده عاجبني، ماشي، وممكن نجيب منها أكتر من اللازم، لكن الله حينما يشبع يشبع ويفيد. الجسد يعطي له ما يقوت، مثل العام يقول إيه؟ محدش بينام من غير عشاء، ومحدش بيموت من الجوع، حقيقي حقيقي، وان كانت في مجاعات بس مش ده مش ده السبب، جشع بعض الدول يعني، ناس عندهم مجاعه وناس عندهم اكل بيرموه، ونقول لك الناس بتموت من الجوع ليه؟ لان احنا مش عادلين، اما الله فعادل وبيعطي ما يكفي ويفيض، واما ارواحنا فيشبعها بكلماته المعزيه والمشبعه والمفرحه. يا سلام على قعدة مع الإنجيل هادية، مش عشان نتمم قانون، مش استعجال، وتلاقي آية طلعت كده وانت لزقت فيها مش عايز تسيبها، وفيض من الكلمات الروحية والأفكار الروحية عمالة تجيلك. واحد مرة بيقول لي قعدت أقرأ في الإنجيل لما حسيت جات لي تخمة، ايه ده؟ بيقول لي كنت جعان قوي الإنجيل، فجيت في يوم أجازة قعدت مع الإنجيل قلت أقرأ، فقريت اصحاح لقيت نفسي زي اللي جعان، عارفين واحد في اليوم الحر زي الايام الحر اللي احنا فيها دي، بعد مشوار في عز الظهر اول ما يخش يلاقي ازازه ميه كده يعمل ايه؟ يحطها على بقه مش عايز ينزلها، الميه دي راحت فين؟ بتروي لان في عطش جامد، فهو كان جعان جدا لكلمه ربنا، فلما قعد اكل بنهم، هو قال لي قد ايه؟ اقول لكم ما تخضوش، بيقول لي قريت 14 اصحاح لغايه ما جيت في الاخر رحت مرمي على السرير، حسن زي ما يكون كرش عالي كده، هو ما كلش حاجه اكل جسدي، بس كل من كلمه ربنا لغايه لما شبع. احنا بخله في الحته دي، ربنا عنده كتير يشبع، واحنا بندور على الجسد ونسيب الروح، فنفضل عمالين نسمن للدود وارواحنا هزيله جدا، لكن ربنا قريب، ونقول له انت فين يا رب؟ لان احنا عايزينه ياكل الجسد بس، عايزينه يشفي الجسد بس، عايزينه يسمعنا ويطبطب علينا بس، مش عايزينه يقول لنا كلام صعب، مش عايزينه يقول لنا كلام الحياه الابديه، لا الحقيقه هو ده الاهم. الرب قريب ايضا يعمل معنا وبنا، يقول للتلاميذ اعطوهم انتم لاكلوا، ما احنا لو عندنا ما كناش جينا قلنا لك،
ما انا لو حيلتي ما كنتش قلت لك، ما كنتش طلبت. وساعات نقف نصلي لاجل ناس كده، تحس ان الشخص تعبان قوي ويقول لك صلي لي، يقول له يا عم انا محتاج صلاه. يا عم بس اقف انت صلي، مالكش دعوه، اقف روح اتشفع عنه عنده قدام ربنا، قول له يا رب فلان غلبان قوي، حل له مشكلته، وصلي من قلبك كده واطلب بضمير. التلاميذ لما راحوا له مش عارفين، فبيقترحوا على ربنا بيقولوا اصرف الجموع خليهم يروحوا ياكلوا، فلهم اعطوهم انتم لاكلوا. ربنا بقى قريب يحب يشتغل بالغلابه اللي زينا. تقول له ضعيف يقول لك تكفيك نعمتي، قواتي في الضعف تكمل. ويا ما ناس يقول لك فلان ده عالم في الموضوع الفلاني، هات له بس الواد المتعب ده وهو يتكلم معاه، ويتكلم معاه كلام من هنا للصبح، يقول لك ما اقنعنيش. بيجي واحد غلبان زيك بيحب ربنا بس بيتكلم بصدق، ويقول كلمتين كده، يقول يا رب انا ما بفهمش في الحاجات دي بس عشان خاطر الغلبان ده، يقول لك انا عشان خاطرك انت بس جيت الكنيسه النهارده، اشتغلت بيها ازاي يا رب؟ مالكش دعوه، هو شغال، هو بتاع الغلابه، يكمل العمل وينجحه زي ما عمل مع نحاميه وهو بيبني اسوار اورشليم، وكان بيقول اله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيد ونقوم ونبني. جمال ربنا ان هو بيشتغل معاك وبيك وتستمتع بالعمل مع الله، وان يكون مديرك هو ربنا، وخصوصا في الامور الروحيه والحاجات اللي ملهاش حل. الناس اللي بتقعد تتشفع بالقديسين وقديسين يعمل لهم معجزات، ايه ده ايه ده؟ ربنا بيشتغل بيهم. طب هو ربنا مش متضايق ان احنا بنمجد ماري جرجس؟ يقول لك سبحوا الله في قديسيه. ما تخافش، انت بتسبح الله اللي موجود في ماري جرجس، انت مش بتعبد ماري جرجس، انت بتعبد اله ماري جرجس وتمجد اله ماري جرجس. فانت بتحب القديس وتحب الله اللي ساكن في هذا القديس اللي بشفاعه هذا القديس، وربنا يقبل ده على فكره، يقبل ده ويفرح بيه ويشتغل بينا. فالرب قريب يسمع ويشفي ويشبع ويشتغل بينا. ازاي نحس ان ربنا قريب؟ سريعا كده اقول لكم. اول حاجه يقول يعقوب الرسول اقتربوا الى الله فاقترب اليكم، ما تهربش منه. ساعات يدعوني وانا اتعفف. عارفين في مثل كده يقول لك ربنا عمل، بيقول واحد صنع عرس وراح يبعت للمدعوين يقول لهم تعالوا العرس، هم معاهم دعوه اصلا والميعاد، يلا جهز يلا تعالوا. واحد يقول له اصل انا اشتريت حقل، واحد يقول له اشتريت 5 ازواج بقر، والتاني يقول له انا اتجوزت ومش فاضي مش فاضي. يبقى ربنا هو اللي يقول اقتربوا الي وانا ما بقتربش. كل فرصة لأي عمل روحي من فضلك اعملها. واحد بيقول هنصلي قبل اجتماع مش عارف ايه، تيجي تحضر الصلاة تقول فرصة لحسن اكسل لما اروح ما صليش. في قداس والنهاردة اجازة وحضراتكم اخترتوا انكم تنزلوا يوم الاجازة عشان تحضروا القداس وتصلوا. في ناس يقول لك ما اجازة ننام، انتوا جيتوا. كل حاجة كل عمل روحي تلاقي عندك فرصة تعمله اعمله واشتغل بيه. هو قريب وانت خليك قريب، خليك فاتح كل وسائل الاتصال عشان لما يجي لك رسالة منه تلقطها بسرعة، ويبقى لك الودن الحساسة اللي تستشعر وجود الله. ولما تيجي لما يجي يعمل معاك عمل تقول جميل يا رب اللي انت عملته. البعيد الناس اللي بعيدة عن ربنا لما يعمل معهم ربنا حاجة حلوة يقول لك شوف الصدفة حلوة قوي. صدفة؟ عمل ربنا بقى صدفة؟ يقول لك ده استنى ده فلان ده طلع شاطر قوي عمل كذا. حبيبي وايد ربنا مش شايفها؟ ولاد ربنا القريبين، ربنا قريب من الكل بس هم شايفين ولقطين. حاجة كمان عشان تحس ان ربنا قريب، ارفع عينك للسماء، كفاية بص على الارض بقى. سليمان الحكيم في سفر الجامعة، وده من اجمل اسفار الكتاب المقدس، في ناس تشوفه برؤية حزينة كده لما يقول لك باطل الاباطيل الكل باطل ولا منفعة تحت الشمس. الحقيقة هو مفيش منفعة تحت الشمس، لان احنا عينينا على التراب. اخرة التراب ده ايه؟ هيفضل تراب. شكله واعمل بيه بيت حلو، شكله واعمل بيه قصر، شكله واعمل بيه مصنع، اخرته هو تراب. ده بس حيطان عشان تدارى فيها، ربنا عملها عشان تدارى فيها وتسكن. انما يبقى هو ده هدفك، هو ده هدفك، وهو رجائك بس في ربنا انه يعمل لك ياكلك ويشربك ويسكنك وخلاص. بولس الرسول يرد رد في منتهى القوه يقول ان كان لنا في هذه الحياه فقط رجاء في المسيح فنحن اشقى جميع الناس. لو عايز تقرب من ربنا عشان يشفيك ويحل لك مشاكلك ويخليك تعيش عيشه هاديه وهنيئه، وبعدين وفي النهايه نهايه كل حياه بشر ايه؟ الموت. الموت
ها هتقف ساعتها تعمل ايه؟ هتقول ايه؟ ما خلاص ما مات. طب والمسيح نفسه ما قربتش. كفايه ان الارض بقى تبقى هي هدفنا، كفايه كفايه. وحرماننا من بعض امور يزعلنا من ربنا، لا، احنا عايزين ربنا، فعايزين نبقى قريبين منه، فنرفع عينينا كل شويه للسماء. ولما تضيق ارفع عينك للسماء تقول ياه ايه الوسع اللي فوق ده، ايه الوسع اللي فوق، مال احنا حاشرين نفسنا هنا ليه، ونتفكر في السماء. ولما تضيق قول له ياه رحبه جدا فوق. ولما تتحارب تقول له الحمايه والامان فوق. ولما تفتقر تقول له الغنى والمجد كله فوق. على هذا الرجاء بتبقى انت قاعد وشايف ربنا قريب، ويقول لك على قد ما انت اتحرمت في الارض هكافئك فوق، وعلى قد ما احتملت هكافئك فوق. وافتكروا في مثل الغني والعازر، العازر كانت ايه فضلته؟ احتمل الفقر والمرض بهدوء، لم يتذمر، وده يستاهل مكافأة سماوية طبعا، يستاهل. المسيح نفسه اللي قال اتخذ في حضن ابراهيم وكان بيتعزى، بس كده. اما الرفاهية الارضية ده مش معنى كده، احنا بنغلط ساعات في التعبير، يقول لك ايه فلان ربنا راضي عنه. تقصد ايه براضي عنه؟ اموره المادية ماشية. لا ما تقساش كده، مش بالضرورة يعني، ومش شرط ان عنده فلوس ان ربنا غضبان عليه على فكرة، لا ما تتقسش كده. فلان قريب من ربنا بجد، يبقى فعلا ربنا راضي عنه. عايز تبقى كمان قريب من ربنا، سيب الامور لحكمة ربنا. احيانا نفكر في امور السماء وامور حياتنا كلها بحكمة ارضية. هو عمل كده ليه؟ خد فلان ليه دلوقتي؟ جاب لي الحاجة المشكلة الفلانية دلوقتي ليه؟ طب يشرح لي، طب يفهمني، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. خليك قريب منه، بس قول له معك لا أريد شيئا، وقول له صرت كبهيما عندك، إلزق له وما تشغلش بالك هو بيعمل كده ليه؟ مش أنت مؤمن وواثق فيه؟ وعارف إن كل الأشياء تعمل معا للخير، سيبه يعمل خير، أنت بتعطله ليه؟ عايز تفهم ليه؟ بتفتش وراه كأنك مش واثق فيه ليه؟ سيب الأمر لحكمة الله واستمتع بقربك منه. آخر حاجة هقولها، قدم توبة باستمرار، لأن الخطية ساعات بتكون هي اللي فاصل بيني وبين ربنا، ويكون ربنا قريب جدا ويقول لي قاوم الخطية الفلانية، وأنا أقول له حاضر بس أستمتع بها مرة كمان. هي قعدة ربنا ما بقتش ممتعة، والخطية هي اللي تجيب متعة، وطبعا كلنا عارفين ومجربين بعد الخطية بيحصل إيه؟ وجع الضمير والألم والتعب والنكد كله. الرب قريب للذين يصرخون إليه. ارفعوا صوتكم وكلموه، ارفعوا ايديكم وخدوا منه قوة، خدوا منه هيديكم حاجات كتير جدا. شبعنا ربنا لأن هو مصدر الشبع والفرح الحقيقي لإلهنا. كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين.